السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى تشوفوا الحلقه ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المسمن، طريقه تورق جديده تيجي غير في الروعه، مقادير بسيطه. كنحتاجوا ليه؟ عندي هنايا ماء بارد اللي غادي نعجن به، من روبيني عندي ياغورت طبيعي بالسوس، ملحه وخماره حمراء، وعندي بالنسبه للدقيق عندي هنايا زلافه ديال الفينو وجوج زلاف ديال الفورس. دائما البنات كيكون الفورس مغلب على الفينو. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نمزجوا هاد الدقيق ديالنا الفورس مع الفينو. دائما من اسرار النجاح المسمن ديالنا فخاصنا نغلبوا هكا الفورس على الفينو باش كيجينا مرق وناجح. فغادي ندير واحد الخميره حمراء، ما غاديش نستعمل خميره الفورس. غادي نحتاج شويه ديال الملحه على حسب الذوق، وياغورت مسوس. هذا هو السر ديال هذا المسمن، هذا كيجي غزال بهذه الطريقه. هذه صافي، وكنجمعوا المسمن ديالنا بالماء بارد. غادي نمزج بعدا هاد المقادير بوحديتها في تجلي داك اللون المسوس مع الدقيق. صافي، دابا غادي نبدا نعجن هكا المسمن ديالي بالماء بارد. صافي البنات، بعد ما دلكت العجينه ديالي فدابا غادي ندير لها كشويه ديال الزيت. كتبغي هكا شويه دليك، دائما المسمن باش ينجح لينا خاصو هكا شويه تدلك. ولا ما كانش عندكم الوقت ممكن لكم تخلطوه مزيان، ديروه في بلاستيكه وفي المره الثانيه تعاودوا عاوتاني تدلكوه واحد شويه صافي وتخدموا به. صافي دابا غادي ندير له هكا بلاستيكه. صافي غادي نخليو دابا يطلق شويه، عاد غادي نرجعو باش نكملو المسمن ديالنا ان شاء الله. وبعد ما خلينا العجينه ديالنا تلقات شويه فناخذ هكا واحد البلاطو
غادي ندهنو بالزيت وغادي نبدا نشكل العجين ديال الدوائر كيف الطريقه العاديه. هنا غادي يكونوا الاحجام مختلفين. مثلا درت هكا وحده كبيره، غادي ندير ليها اختها صغيره، لكل وحده كبيره وحده صغيره بحال هكا. وكنستمروا وحده كبيره كنديروا لها وحده صغيره، كنستمروا هكا حتى كيف كتشوفوا البنات. بعد ما شكلت العجينه ديالي هكا كويرات، شديت دوك الكويرات الكبار ودرت لهم هكا حفيره الوسط كيف كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا. ما تغرقوش بزاف غير شويه صافي. وغادي ناخذ هنايا عندي واحد الزلافه، درت تقريبا نصف ولا قل ديال الزيت، وغادي نزيد لها واحد شويه ديال الدقيق الفينو، واحد جوج معالق حتى لثلاثة. زدت المعالق وغادي نخلط كتشوفو على هاد الشكل هذا. هاد المسمن مكنحتاجو ليه لا زبدة في التوراق لا حتى شي حاجة. بعد ما كتخلط لينا ديك الزيت مع الدقيق، فغادي نبداو نفرغو هكا شوية وسط هاد دوك الحفيرات اللي درنا في المسيلات ديالنا، وتحاولوا تهزوا هكا الدقيق والزيت، تحركوا حتى تهزوا صافي. ومن بعد الناس ما درناها الطريقه اللي بسمن ديالنا، درنا ليه هكا الفينو مع الزيت. دابا غادي نبدا ناخذ مسمنه كبيره بحال هكا، كنطلقوها وكنسرحوا داك الدقيق والزيت اللي وسطها، وكناخذوا ديك الكريسه الصغيره حتى هي بحال هكا كنستعملوا غير بهذا الدقيق والزيت اللي عندنا، ولا غادي نورقوا به فاش كنبغيو غير الزيت كنديروا غير يدينا هكا من الفوق، راه كتكون ديك الزيت مصفيه. فاش كنبغيو ناخذوا الدقيق والزيت فكنخلطوا وكنهزوا صافي، وكنحطوا وحده فوق وحده بحال هذا الشكل هذا. كنستمروا هكا حتى كنكملوا هذه الكميه اللي عندنا كامله. هذا الشكل هذا ساهل البنات وكيجي خطير، طريقه فيه خطيره. كناخذ حتى ديك الكريسه الصغيره حتى هي وكنطلقوها كنحطوها على الكريسه الكبيره، كنحاولوا الحروف يجيو شي فوق شي، كنحطها هكا وتنستمر بهاد الطريقة حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة. Thank you.
دابا البنات كنبداو اول مسمنه قلقناها كنبداو نخدمو بها، كندهنو هكا سطح العمل بالزيت وكناخدو اول مسمنه بدينا بها اللي هي هذه وكنطلقوها مزيان. خاصها البنات تورق، هذا هو ثاني سر ولا ثالث سر من بعد اننا نغلبو الفورس على الفينو ودانو السوس والتوراق. البنات خاصكم تورقوها حتى الرخامه كتبان ليكم. كنسالو بشويه الزيت مع الخليط ديالنا، كنبقاو نقلبو فيها حتى كتورق مزيان. زيد تبان ليكم الرخامه ولا المهم البوطاج على شتي علاش كتخدمو. كلشي تكرس مزيان، ما نخليو لا الوسط ولا الجناب. شوفوا معايا البنات كنطلقوها مزيان، جبدوها شحال ما تورقات شحال ما المسمن ديالنا كيجي مورق كيجي هكا طبقات ومفشفش. صافي البنات ها هاد الجناب حتى هما جبدتهم مزيان. صافي دابا غادي ناخذ داك الخليط ديالنا ديال الخليط هكا باش كنهزو الفينو والزيت. صافي وغادي نطوي المسمنه ديالي بحال هذا الشكل هذا، نعاود واحد شويه ونجيب نص لاخر حتى هو بحال هذا الشكل. فكاين عدة طرق ديال التوراق، طرق عديدة كلها كتستعمل الطريقة اللي كتناسبها واللي كتنجح ليها في يديها. كنديرو عاوتاني شوية كنحاولو نهزو السميدة والزيت الفينو والزيت. صافي كنجيبو هاد الطرف حتى النصف، كنجيبو الطرف لاخر حتى هو وكنعاودو نهزو الفينو والزيت وكنديرو واحد فوق واحد كيف كتشوفو هكا. وغادي نحطوه وندوزو للمسمنة التانية ديالنا اللي ورقنا. معكم هاد الحيده هادي كنهزو دابا غير ديك الزويته من الفوق حتى كنبغيو نديرو في الوسط، عاد كنهزو الفينو والزيت. نقلبو المسمنة ديالنا قوها مزيان البنات حتى كتولي شفافة، تولي كتبين هكا البوطاجي. البنات اللي ما عندهمش هكا رخامه ولا فاش يورقوا غير القصريه يقرصوها مزيان ويبقاو يجبدوا هاد الحروف ويلصقوهم في الحروف ديال القصريه ديالهم حتى كتجي حتى هي غزاله. فدابا غادي نخلط، غادي نخلط باش نهز الدقيق والزيت
صافي. وغادي ندير هاد الطرف هكا، كنديرو دائما الدقيق والزيت، وكنديرو هاد الطرف حتى هو هكا. دائما اي طرف طويله كنديرو ليه الخليط ديال الزيت والدقيق. صافي، ونجي الطرف الاخر بحال هكا، وهذه هي البسمله ديالنا. وغادي نستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، ونتلاقاو باش نطيبوا المسمن. فكيف كتشوفوا معايا البنات، حالا بديت كنطيب المسمن ديالي، كنقرصوا المسمن ديالنا ونرشوا المقله اللي كتكون سخونه، كنرشوا فيه الزيت ونحطوا المسمن ديالنا يلاه كيشم لينا هكا شويه ديال الطياب، وكنرشوه عاوتاني بالزيت ونعاودو نقلبوه، وكنستمر هكا كل حتى تنقلبوه باش كيجينا المسمن ديالنا محلول ومورق مزيان. كيف كتشوفوا حتى كتقرب طيب لينا المسمن ديالنا، عاد كنبداو نطلقو في المسمنة الاخرى. فهو كيجي غزال البنات، جربوه وردو عليا خبر، فما غاديش تندمو عليه. هذاك دار المصوص حتى يلعب دور كبير في هذا المسمن هذا. صافي، ها هي المسمنه وجدات. صافي، كنطلقو هكا المسمن، كاين اللي كيبغي يرققوه، كاين اللي كيبغي يخليه شويه غليظ، انا كنخليه متوسط مرقيق ما غليظ. كنرشو المقيله بالزيت وكنهزو المسمن. ندير مقلاة صغيرة والمسمنة درتهم كبار. صافي، كنعاودو نرشوها هكا بالزيت، ونعاودو نهزوها ونقلبوها، منخليوهاش حتى طيب لينا الطيبة كاملة، عاد نبداو نقلبو فيها. كنرشوها عاوتاني هاد الوجه هذا بالزيت، وكنبقاو هكا كندورو فيها باش المسمن كيتحل وكيجي ورقة ورقة. عاوتاني كنعاودو نقلبوها، فبهاد الطريقة فهي كتلاحظو كتبدا تنفخ ليكم ديك المسمنة. دائما الزيت تقلب تقلب، هذا هو السر ديال المسمن باش يجيكم مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا، فبدات كتنفخ، كنعاودو عاوتاني نقلبوها. كتحمر لينا من الجناب بجوج، من الجهات بجوج. دائما البس تقلب باش كتجي واخده تحميره على الوجه، على الجناب كاملين القناه. ندورها بحال هكا، فهي البنات عرفتي راه مهويه من الداخل كيف كتشوفوا. كتشوفو مهوية من داخل مفروقة مزيان. صافي، دابا فاش كتقرب هكا تحمر لينا، كنجيبو المسمنة الأخرى كنبداو نوجدو فيها. دائما في الاول قدوا حتى كتاخذ لكم داك الشكل المربع هكا، عاد بداو تلقوا فيها.
راحين تسيم ديالنا وجدات صافي. كندير واحد شويه ديال الزيت في المقله كنطلق من هكا في القصريه ليكم نتوما ديروا الحجم اللي بغيتو ديروا هكا صغير ولا كبير. انايا هنايا راني كبرتو حيتاش كيدخلوا فيه جوج كويرات دابا بحسابكم صافي. نقيلا رشيناها بالزيت دابا نهزو السمنة ونحطوها طيب نرشوها هكا بالزيت. دائما البنات فاش كتسخن المقلة فصافي نقصو ليها باش يطيب لو السمنة على خاطرو يبداو هاد البويقات بحال هكا صافي. كنقلبو السمنة ديالنا وكنعاودو نفس الشيء من الوجه هذا هانتوما كتبدا تنفخ وكنبداو ندورو فيها باش كتحل لينا السمنة كاملة هكا من القناص. شوفوها كليات كنعاودها عاوتاني نقلبوها دائما مكنحسوش من التقلاب كتشوفو البنات السمن ديالنا مهوي وغنستمر هكا حتى نكمل المسمن ديالي كامل ونطلقو باش نوريكم سي الناس كيفاش جاو التوراق واش جا هو هذاك ولا لا. وهذا هو المسمن ديالنا بالمطار كيجي غالي في الروعة التوراق ديالو خطير ان شاء الله تجربوه ونال اعجابكم. لا تنساوش البنات دائما لايك في الفيديو بارطاجيو معكم واحبابكم واللي مشتركش في القناة تهتم فيها وفعلوا الجرس باش تشوفو كل جديد. وهذا هو المسمن ديالنا كيف كتشوفو كيجي غزال مورق هشيش كيجي مورق مورق خفيف وداك التوراق ديالو كما ورقة رقيقة كيف كتشوفو. فإن شاء الله البنات تجربو ولا إعجابكم كي باقي الوصفات إن شاء الله ونخليكم إلى حلقة مقبلة إن شاء الله.